صباح الخير مشاهدينا الكرام، ومصر جميلة، ويا رب يوم جميل علينا وجمعة مباركة. وزي ما بنحب دايما نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الصحة والستر ورضا الوالدين وحب الناس، ويجعل يومنا نادي بعون الله إن شاء الله. النهاردة الحقيقة عندنا فقرات كتير، بس قبل ما نتكلم في الفقرات كنت عايز أتكلم في موضوعين بسرعة جدا. الموضوع الأول الصحة، الصحة والستر. دايما بنطلب الصحة والستر، مش طالبين أكتر من كده من ربنا، وإن ربنا يحفظ لنا بلدنا. ربنا يحفظ لنا بلدنا بينا وبمجهودنا وببنائنا ليها. الصحة، الشباب اللي بيقعد على القهاوي كتير واللي بيشرب سجاير عارف إن أنا هبقى دمي غلس وغتيت لما هتكلم في الحاجات دي، الناس هتزعل مني. لكن إحنا محتاجين الشباب ده، محتاجين طاقتهم، محتاجين إن هم يبنوا، محتاجين إن هم يشتغلوا عشان مصر تبقى كويس. إزاي يشتغلوا هم قاعدين بيشربوا على القهوة شيشه او سجاير؟ ازاي؟ والشيشه انا شايف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف كتير قوي بيتناولوا ان في امراض كتيره جدا صدريه ابتدت تنتشر في ال 10 15 سنه اللي فاتت، اللي الشيشه كانت اساس منها، اساس وسبب رئيسي انها ترجع تاني. شبابنا الصغير بجد بابكي لما بشوف ناس عندها 13 و14 سنه قاعدين على قهوه بلدي او على كافيه من الكافيهات الشيك وشادد لي شيشه. يعني طب يعني انت مش متخيل حد عنده فيروس، حد عنده مرض، حد عنده اي حاجه في الشيشه دي ممكن يكون شرب قبل منك، حتى لو بتغير المبسم واللي ينضيف والبتاع تتنضف وكل حاجه، لكن انت متخيل ممكن يجي لك فيروس زي كده؟ ومش بس كده، انت ممكن تنقله لبقيه عيلتك في البيت. لما يجي لك حاجه زي كده ويجي لك دور برد وتعطس او تكح او كده، اختك معديه، اخوك الصغير، باباك، مامتك، الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها يا شباب. اقعد على القهوه زي ما انت عايز، بس اشرب شيشه، اشرب شاي، اشرب قهوه، اشرب اي حاجه ثانيه، بس نحاول ان احنا نبعد عن التدخين يعني بالحاجات السلبيه بتاعته. قدام شويه لما تكبر احنا يعني مننا ناس كتير، وانا واحد من الناس يعني تعبت قوي من الموضوع، كنت بشرب شيشه، بشرب سجاير وكل حاجه، وبطلت الحمد لله بعون الله بكرم وفضل ربنا ومنتهى السهوله اللي في الدنيا سنه 2004. قلت مش هشرب، ما عملتش بقى كرمشت العلبه ورميتها، عملت الافلام المصري والبلدي والعربي اللي احنا بنقولها دي. انا قلت مش هشرب تاني عشان تعبت بجد، تعبت يعني، وخفت على اولادي ان هم ان ربنا ممكن يحرمني منهم في يوم من الايام او يحرمهم مني، فحاولت ان انا اركز وابعد خالص، وبعدت الحمد لله. لما تكبر وانت بتشرب دلوقتي ما بيبانش عليك دلوقتي الحاجات دي، ممكن الاثار تقعد شويه بعد 10 15 20 سنه. ليه نمضي في الاربعينات او الخمسينات بقيه حياتنا في مستشفى قاعدين مركبين جهاز صناعي، او قاعدين بنركب صمام للقلب، او بنوسع شرايين قلبنا عشان خاطر شويه انبساطه؟ يعني هو ايه الانبساط اللي فيها اصلا؟ فيا رب يبعد عننا كل حاجه وحشه، يبعد عننا اثار التدخين والشيشه بالذات سواء اولاد او بنات. ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني اللي حابب اتكلم فيه الشباب برضو اللي قاعد، انت قاعد على قهوه بتدفع فلوس، بتدفع كام في الشهر؟ احسبها كده، مش اقل من 1000 جنيه. طب ما تاخد ال 1000 جنيه دي اعمل بيها مشروع. تعمل ايه؟ ممكن تعمل مشروع ارانب صغير تبتدي بيه، ممكن تعمل مشروع حمام زينه او حمام اكل، ممكن تعمل مشروع دود از، ممكن تعمل اي حاجه من الحاجات الصغيره دي تجيب لك الفلوس دي اللي بتقعد بيها، بدل ما تروح تروح البيت تقول لبابا اديني، هيبقى معاك فلوسك حتى تروح تقعد بيها. دي حاجه على الاقل هتنتج، على الاقل هيبقى في انتاج للناس، انتاج للبلد، هيفيد المجتمع، هيفيد بلدك بشكل من الاشكال. الحاجه الثالثه، والموضوع ده كبير جدا ومش عايز اقعد اتكلم فيه كتير لانه لازم لو فتحناه هنتكلم فيه باسلوب اوسع من كده بكتير، فانا مش هحرقه المره دي، بس هقول لكم العنوان بتاعه: الاعلام وتغيير الخطاب الاعلامي. كنا اتكلمنا عن تغيير الخطاب الديني، واتكلمت في كل برامجي انا وكل زمايلي في التلفزيون عن تغيير الخطاب الرياضي عشان كان في احتقان كبير. دلوقتي عايزين نتكلم على الاعلام بشكل عام، هنوضب حلقه جامده زي ما قلنا المره اللي فاتت عن الاعلام ودور الاعلام في الفتره اللي جايه. هل هو لازم ينتقد على طول ولا لازم ينتقد نقد بناء عشان خاطر نبني؟ وننقد ازاي؟ هل انا لازم اطلع كل القمامه اللي في الشارع والعشوائيات عشان اقول عندي مشاكل؟ طب ما الدنيا كلها عندها مشاكل، هما بيعملوا كده، بتروح امريكا تشوف الحاجات دي طالعه في الاعلام بتاعهم، فبتاعهم في الكيبلز اللي هم الحاجات اللي هي الاهليه اللي هم اللي بس اللي بيشوفوها. انتقد زي ما انت عايز. زمان في اليو اتش اف ما كانش على الدش والساتلايت، كنت تعمل كده زي ما انت عايز، او القنوات اللي هي الاقليميه اللي بتخدم الاقاليم بتاعتها او المحافظات بتاعتها. انا ما اقدرش اطلع على فضائيه مصريه او فضائيه كبيره، فضائيه بشكل عام خاصه او رسميه، اطلع اوري كل الصوره قاتمه، كل الصوره سودة، كل الصوره مليانه قمامه وعشوائيات. مصر مش كده، فين الجمال؟ فين السياحه؟ فين الاقتصاد؟ فين الناس؟ فين الوش المصري البشوش اللي مش موجود في الدنيا دي كلها؟ فين كل الحاجات دي؟ راحت خلاص، ما عندناش الكلام ده. فين رموزنا؟ فين ابطالنا؟
ما تيجي نمسك بطل من الابطال كده ونعمل له فيلم ولا نعمل له حاجه، ما تيجي نمسك رمز من الرموز، ما تيجي نعمل حملات توعيه زي لحظه من فضلك زمان وكلمتين وبس والحاجات دي كلها، نرجع القيم والمبادئ والتقاليد والعادات الحلوه المصريه. الكلام ده كله مش هتكلم فيه دلوقتي كتير، لكن هي الفكره نفسها. اتمنى ان كل واحد في مجال المسؤوليه يقدر ان هو يعمل حاجه زي كده، ان هو يوصل القيم والمبادئ والعادات والتقاليد. مجال المسؤوليه ببتدي من الاب والام لغايه رئيس الجمهوريه، كل الناس دي لازم ان هم يرسخوا الحاجات دي في اولادهم وفي شعبهم وفي اهاليهم وفي مجتمعاتهم، عشان نرجع تاني اجدع واحسن ناس في الدنيا، وعندنا نخوه ورجوله مش موجوده في اي حته في الدنيا. طولت عليكم، هخش على طول في فقراتنا النهارده. النهارده معانا ثلاث فقرات الحمد لله، يعني من وجهه نظري جميل جدا. معانا استاذ محمد علي ادريس، رئيس قسم الاسعار في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. هنتكلم الجهاز ده بيعمل ايه، دوره ايه، الاسعار بتعلى ليه، يعني ايه تضخم، الشعب المصري هل هو شعب فقير فعلا ولا شعب متوسط ولا شعب غني، غني بايه، حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها، وهنعرف الدور الجهاز ده بالذات بيعمل ايه. الفقره الثانيه هتبقى معانا اللواء دكتور يوسف وصال، استاذ الاستراتيجيه القوميه في اداره الازمات. هنتكلم عن الامن بشكل عام، هنتكلم ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع بعض، هنتكلم على لو جبتوا الخريطه بتاعت مصر كده شوفوا فوق على الشرق او الغرب شمال الجنوب، هتلاقوا ان في يعني كل بلد حوالينا عامله ازاي، واحنا عاملين ازاي بفضل ربنا طبعا وبفضل جيشنا وبفضل المصريين، قوتنا في عددنا، قوتنا في حبنا لبلدنا، قوتنا في ان احنا حاطين ايدينا في ايدين بعض. زمان كان يقول لك ده احنا 80 مليون، لا احنا بقى حاجه و90 مليون، واللي يقدر يعمل لنا حاجه يعمل لنا، احنا قوتنا في عددنا وفي حبنا لبلدنا وتماسكنا مع بعض، محدش يقدر يعمل لنا اي حاجه خالص. فعشان كده هنتكلم في النقطه دي، هنتكلم في اداره الازمات بشكل عام. عندنا ازمه؟ عندنا ازمه. طيب لا احنا ما سمعتش بتقول ايه. نبتدي بالفقره دي، تمام. طيب وهننتهي ان شاء الله باخر فقره عندنا، الشيخ المبتهى عمر مجاهد جاي لنا مخصوص من المنصوره عشان نسمع مع بعض ابتهالات جميله بالنسبه ان هو يوم الجمعه. بفكركم بسوره الكهف النهارده، اللي يعني بيقرا سوره الكهف او بيسمع سوره الكهف من الجمعه للجمعه ربنا بينور له كل اللي يمضي. فخلينا نبتدي يومنا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الصحه والستر، ونقرا قران ونستعد لهذا اليوم الجميل ويجعله يوم نادي علينا ان شاء الله يا رب العالمين. نطلع فاصل ونبتدي اول فقراتنا ان شاء الله، يلا بينا.